فيلم البطاقة الحمراء هو فيلم شادي بامتياز يعالج العديد من القضايا الاجتماعية كالرشوة واختلاس المال العام للدولة. الفيلم عرضت منه بعض الفقرات أو اللقطات في حفل شهده مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفود كإذان بدخول الفيلم السوق التشادي والإقليمي والدولي. ديغا محمد الحاج وتفاصيل أوفى عن فيلم البطاقة الحمراء. الرشوة آفة وظاهرة قديمة لدى المجتمعات لا تكاد تخلو عن المجتمعات الحضرية، لذا جاءت هذه الحملة الخاصة لمحاربة ظاهرة الرشوة واختلاس المال العام بعنوان البطاقة الحمراء. فقد تم عرض عدة لقطات عن الفيلم توضح الآثار السلبية للرشوة وكيفية محاربتها. أما بالنسبة للعرض الأول من الفيلم يدور حول البنية التحتية والمرافق العامة والضرائب، كما تم عرض جانب العطايات، ذلك التركيز الأساسي من لقطاتها وفقراتها العامة. قدرنا سوينا خلاص 20 و10 وزيادة، وأول دايرين مشاركة للحكومة في البرنامج ده، ودايرين يفتشوا للقسم شنو الأونج كتير بيجوا علينا، ودايرين أشياء ده نسوي كتير كتير أهلاف لنقدمهم ونقول للسكان بلاش للتوعية اللي يمشي قدام. وعليهم الرشوة اللي ما نقول الرشوة اللي بيجي في الحكومة نسمع فيه، لا لا، عليهم في الزواج ساكت ده كله، الزواج ما ساكت، في الزواج ذاته كده الرشوة بيكون فوق فيه، في الأسرة قاعدين يقول الرشوة ده فوق فيه، والشيء ده إن شاء الله بيقوته وعلينا كلنا نسوي جهودنا ولا الرسالة دي توصل. هذا ونشير إلى أن الرشوة لا تقتصر على جانب معين، بل تمتد لتشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فينبغي تضافر الجهود في كافة الجوانب لاستئصال ظاهرة الرشوة واختلاس المال العام في البلاد. بهذا التقرير حول الفيلم البطاقة الحمراء ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.